السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العائلة الكبيرة والدار الكبيرة، صباحكم مبروك ونهاركم مبروك، ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وتكونوا في تمام الصحة والعافية، والله يدومها نعمة يا ربي ويدومها صحة وسلامة. اليوم الموضوع ديالنا غادي نتكلموا عليه إن شاء الله على تكميلة على الفيديو اللي كنا حطيناه وتكلمت عليه ديال اختبار شفوي وكيفاش تعامل مع اللجنة ديال البوليس. اليوم غادي نتطرق على هذا الموضوع هذا لانني كتجيني اسئلة بزاف، ونزولا عند كثير من الناس منكم قالوا لي تكلم لنا على المرحلة الموالية، يعني ان الانسان ملي كينجح في الشفوي وفي الكتابي كيفاش يتعامل مع هذه المرحلة. هذه المرحلة سافري انها كيكونوا فيها واحد المجموعة من المشاعر وواحد المجموعة من اشياء يوقعوا في حياتك لأول مرة. غادي تفارق والديك، غادي تمشي لواحد العالم اخر اللي هو عالم ديال الانضباط وديال الحزم، من بعد ما كنتي يعني عندك واحد الحياة اللي هي قد نقوله ديال راسك ديال بزاف الامور. دابا غادي تولي مسؤول، غادي تولي يعني ناس او وطن يعني محتاجك. هنا ندخلوا الموضوع مباشرة. هنا من بعد ما كتدوز فترة ديال الشفاوي وديال الكتابي وكتنجح وكيعيطوا لك، هنا بعد واحد الحاجه كتحس وكيجيك واحد الشعور بعد ما كيعيطوا لك يعني في التليفون اولا عن طريق المصالح الولائيه اولا عن طريق الناس ديال اللي مكلفين بالامتحانات. كيجيك واحد الشعور غريب، كتعيش واحد الفرحه وواحد النشاط، واخيرا كتقول الحمد لله. وخاصه يعني اذا كنتي من واحد الاسره اللي غادي تعاون والديك وتعاون اخوتك، لانك كتقول الحمد لله الله استجاب. كتعرفوا في المغرب يعني خاصه الوظيفه او الانسان ملي كيبغي يقرا وكيكون ناجح في الدراسه ديالو دائما تيقول ما بعد الإجازة أو لا ما بعد الماستر أو لا ما بعد الدكتورة أنه خصو يتوظف. هنا كتعيش لأن كيعطيو لك الوقت، خاصة هذيك الناس أش كيعيطو لك، كتعيش الفرحة ديالك مع والديك مع خوتك مع صحابك مع عائلتك. هنا لأنك كتكون داير بواحد الوقت عاطينه لك ديال سيمانة حتى 15 يوم فاش تجمع ورايقاتك وتجمع الباكتاج ديالك، لانك غادي تدوز واحد المرحله ديال ستاج. وهاد المرحله ديال ستاج راها تختلف باختلاف الرتب ديالك. الا كنتي حارس امن راه كتدوز واحد المده ديال 6 شهور، الا كنتي مفتش شرطه راه كتدوز واحد المده ديال 8 شهور، الا كنتي ضابط راه كدوز واحد المده ديال عام، الا كنتي كوميسي راه كدوز المده تقريبا ديال عامين. هنا من بعد ما كتجمع لي بياس ديالك وكتجمع حوايجك وكتجمع يعني البيدلات ديالك الرسميه ديال الدخول والخروج، يعني ديال لونطري وديال السورتي، وكتجمع يعني كذلك البدلات الرياضيه اللي غادي دير بها الرياضه. الا كنتي حارس امن كتاخذ البدله الزرقاء، والا كنتي مفتش الشرطه كتاخذ البدله الخضراء، والا كنتي عامد راه كتاخذ البدله الحمراء، والا كنتي ضابط كتاخذ البدله الكري.
إذا كنت ضابط كتاخذ البدلة الكري. هنا ملي كتوصل تيكون هذاك النهار اللي غادي إن شاء الله غادي تودع فيه الأحباب ديالك والخوت، هنا بعدا كيوقعوا واحد الطرائف لابد أنني نشير الطرائف، لأن كل واحد وكيفاش كيعيطوا ليه يعني ديال النجاح. مثلا أنا أنا غادي نقول لكم واحد الطريفة اللي هي شوية مضحكة الصراحة. المهم يعني دوزت الامتحان ديال البوليس نسيتو، مشيت نقرا، مشيت نكمل قرايتي لانني في هذيك الوقيته انا خدام تنقرا. دازت مده لانني دوزت وقيله في شهر، في شهر جوج يعني صافي نسيتو، حتى شهر 8 اما 9 اظن قيله 9 وي 9 شهر 9. المهم تنقرا واحد الصباح وقعت لي واحد الطريفه يعني الصراحه هذه والله عمرها ما انساها، لانها فيها المود ديال الضحك شي شويه وفيها شويه ديال الخلعه وفيها بزاف د الحوايج. فلقيت المهم اللي عيطوا لي، المهم عيط لي واحد الصباح انا ناعس، المهم الصباح عيط لي مع شي 9:30 كنت ناعس. الو السلام عليكم، واش فلان بالفلان القرواني هذا؟ وي يعني واحد الصوت يعني غليظ وهذا الصراحه. قلت له وي هو هذا، قال لي المهم التحق بنا للكوميساريه. يعني واو يعني والوالده كتسمع الحوار هذا، لان راه كتعرفوا ان الانسان اللي تيكون مع والديه ولا شي حاجه راه التليفون الوالده ديالك نور تكلم راه كيصونيك التليفون راه جاوب راه كذا. المهم سمعت هذاك لاكسي وهذا اويلي اش درتي هذا هذا هذا. المهم الله العظيم كنت كنت راه نتوما كتعرفوا باللي كتخرج مع الدري كتجلس. ملي بقيت كندور في راسي ياك ما وقعت شي حاجه بالليل ملي كنا جالسين انا والدري، ياك ماشي حاجه، ياك ماشي صداع، ياك ماشي مشاكل هذا. المهم هزيت لاكارت ديالي وغادي للكوميساريه، حتى واحد الدري تلقاه تماك تيقول لي واش حتى عيطوا لك، واش حتى جابوك؟ بقيت كنقول له كيفاش جابوني، كيفاش عيطوا لي، ياك لاباس شنو كاين؟ انا والله تنسيت هذاك الامتحان ونسيت. قال لي يا صاحبي راه على النجاح وعدت الله. وانا نقول هذاك السيد، قلت له حرام عليك يا صاحبي خلعتينا، قلنا جيب لاكارت راك تقبلتي في البوليس. ووصلها بواحد الاسلوب اللي هو يعني هذا ماشي. قال لي راه ما عنديش الوقت، راه ماشي عندي، راه كاينه بزاف الناس كنعيطوا ليهم. المهم هذه شويه كانت فيها ضحكه وفيها خلعه وصافي والحمد لله. يعني ملي الوالده مسكينه بهذيك الحرقه ديال الام وهذا يعني مصيفطه الدري خويا تابعك سير شوف شنو كاين، ياك ما دار شي حاجه المسخوط، ياك ما دار شي روينه سير شوفو. وحتى ملي سمع ان الامور راه غير عيطوا البوليس وهذا عاد الوالده ارتاحت واطمأنت. هنا الموضوع ديالنا ان شاء الله جمعتي حوايجك نكملو، جمعتي حوايجك وصلتي الباب المؤسسات ديال الشرطه، سواء في القنيطره في المعهد الملكي للشرطه او في وجده او في بقنادل او في فاس. هنا غتدخل واحد العالم، هاد العالم هذا ان شاء الله باش نحكي لك كيفاش يتعاملوا معاك اللجنه وكيفاش يتعاملوا معاك هذوك المؤطرين وكيفاش غادي تمر هذيك المده ديال السطاج بسلام. انا اقولها غادي نقول لك شي امور جديده كيفاش، لانها راه من هذاك الباب ديالك ديال الدخول ديال المؤسسه التدريبيه راه هذاك الملف ديالك كيمشي معاك من تماك حتى الكاريير ديالك. وانا غادي نقول لك شنو غيوقع في هذاك الملف ديالك، وغادي نقول لك احداث، وغادي نقول لك كيفاش تتعامل. المهم ما تنساش الى عجباتك الحلقه بارطاجي ودير مشاركه ودير جيم مع اصحابك وبارطاجيو في الفيسبوك، وان شاء الله يعني الجزء تتم في الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.